ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. في هذه الآية الكريمة دلالة واضحة على أن الأمة إذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير فإنها ستتفرق، يجب أن نرضى به، وهذا هو الواقع. لأنك إذا رأيت شخصا على منكر ولم تنهه عنه بقي هو على منكره وهو مخالف لك في منهجه، فيحصل الخلاف ويحصل الاختلاف. إذا رأيت شخصا أخل بالمعروف الذي يجب أن يقوم به فإنه سيخالفه. لو رأيت شخصا لا يصلي مع جماعة مثلا وسكت عنه بقي مخالفا لك وحصل بذلك الاختلاف.